واحنا اطفال صغيرين لطاف براء لزاز كده، حاجه كده اخر سو كيوت. اتحكى لنا اكتر قصص مرعبه ومخيفه في الدنيا كلها، ما نعرفش ليه. طبعا في حاجات منها فعلا صدقناها، وحاجات تانية طبعا كانت اوفر شويه لسبب ما وكذبناها طبعا. بس اكيد 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 انت سالت نفسك بالظبط زي ما انا سالت نفسي، القصص دي كانت اصلها ايه؟ الشخصيات اللي فيها دي كنا بنتخيلها على انهي اساس اصلا؟ لو عايز تعرف اصل الحدوته كان ايه، تعال وانا اقول لك. خليني في الاول كده اوضح لك الفرق ما بين حاجتين مهمين قوي عشان نعرف نكمل كلام مع بعض في الموضوع ده، وهو الفرق ما بين الاسطوره والخرافه. الاسطوره يا سيدي هي الحكايه اللي بتوصف احداث طبيعيه جدا بس فيها شويه تطبيل كده بقى وتمجيد، سواء للشخصيات اللي في الحدوته او للالهه اللي كانت موجوده في العصور القديمه جدا زمان، يمكن علشان الناس وقتها كان عندهم رغبه او هاجس بان هم يلاقوا تفسيرات منطقيه لكل شيء بيحصل حواليهم حتى لو مش على هواهم، وفي نفس الوقت بداوا يلجأوا للاساطير دي عشان يعززوا اكتر للمفاهيم والعادات والتقاليد اللي بتناسب مجتمعهم. انما بقى الخرافه فهو زي ما هو واضح من اسمها كده، خرافه، شويه خرف، شويه معتقدات غلط موجودة عند ناس كتير بدأوا يجمعوها على بعض وبدأت تعمل لنا قصص وحواديت، وبدأوا يورثوها لبعض جيل ورا جيل بتحريف ورا تحريف بلا هدف. سامعين الصوت ده؟ طب علوا الصوت كده وركزوا معايا. طب بص، مش مشكلة، يمكن من أكتر الخرافات اللي وصلت لنا من وإحنا صغيرين وإحنا بنزحف حتى هي خرافة القطة السوداء. تسمعوا عنها؟ قطط سوداء، عفاريت، بديهيات، حاجة كده من المسلمات الطبيعية بتاعتنا. بس تعرف ان قصة القطة السوداء دي ترجع للعصور الوسطى زمان جدا، لما كان الصحراء بيعتمدوا على جماجم القطط السوداء بالتحديد علشان يمارسوا تعاويذ السحر الاسود بتاعهم. وقتها فعلا حصلت مجازر وعمليات قتل كتير جدا لكل القطط السوداء. طبعا زي ما احنا عارفين كل ما خوف الناس بيكتر بتبدأ تظهر خرافة وتنتشر ما بين ناس كتير ويصدقوها، فبدأت تنتشر خرافة بقى إن أرواح القطط اللي بتتقتل دي هترجع تاني وتلبس القطط التانية عشان تنتقم مننا. فأوعى تستغرب بقى لما تلاقي في الأرياف أو في القرى الصغيرة أم بتزعق لابنها الصغير علشان خاطر لعب مع قطة سودا أو فضل باصص لها حبة حلوين، هي بس خايفة عليه إن الروح الشريرة اللي جوه القطة دي تتنقل ليه هو. وكبرنا شوية، أنا نفسي أفهم هستفيد إيه لما أخاف من واحد رجله مسلوخة؟ المفروض أشفق عليه اصلا، ده واحد رجله مسلوخ المفروض اعالجه اساسا. بس تعرف بقى ان ابو رجل مسلوخه ده اصلا مش حد كبير؟ اه والله زي ما بقول لك كده، طفل صغير بس هو اتولد عنده اعاقه في رجل واحده كانت شبه مشوهه، وامه بدات تخاف عليه وتقول ان هو لو طلع بره يلعب مع الولاد هيتريقوا عليه، فقالت بلاش وحبسته في البيت وما رضتش تطلعه ابدا. والولد في يوم كبر وقرر ان هو يطلع يلعب مع الولاد في الشارع من ورا مامته، وبالفعل اول ما طلع في شويه اطفال خافوا منه وبعدوا، وشويه تانيين فضلوا يتريقوا عليه، وقرروا انه لما يكبر ينتقم منهم وبدا يخطفهم ويقتلهم. كانت حكايه بنخوف بيها فعلا الاطفال الصغيرين اللي ما بيسمعوش كلام اهلهم ابدا، بس هي برضه حكايه بنخوف بيها الناس الكبيره اللي بيقعدوا يتنمروا على غيرهم. كبرنا شويه كمان وبدانا نسمع عن امنا الغوله. طب ليه امي وتبقى غوله؟ انا مش فاهم ومش عارف برضو هستفيد ايه لما تبقى واحده تيجي تاكلني عشان اعمل لي شويه دوشه مثلا، ولا مش عايز انام بدري، مش عايز اشرب اللبن، ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله خالص. وحاولت اعرف مين امنا الغوله دي، فاكتشفت انها كائن ضخم ومخيف جدا، وعينيها حمراء وشعرها نازل على عينيها، بس هي ليها نقطه ضعف واحده مش نمبر 1، لا، انها ممكن تموت من ضربه قويه جدا. حلو، هعمل كده بقى واخلص الكوكب كله من شرها. بس عرفت ان لو حد ضربها تاني في ساعتها وهي هتقوم وتموت اللي لسه قاتلها. طب ليه؟ ده انا طبعا. بقى الحكاوي ما وقفتش على كده، بدأت تبالغ في الموضوع وتكتر في الموضوع وتقول ان افضل اكل بالنسبه لها هو الاطفال الصغيرين، ده طبعا انا، وتقعد تنهش في القبور وتدور على جثتهم، ولو ما لقيتش جثتهم تروح بيت اهاليهم وتاكلهم من بيت اهاليهم وتاكل احسن اكل في بيت اهاليهم. طب ليه؟ ما انت كلتيني، تعملي كده في اكل البيت ليه؟ لدرجه ان الناس بدأت فعلا تصدق وتخاف من الموضوع، وبدأوا يحطوا احسن اكل عندهم قدام باب البيت عشان خاطر بس يتقوا شر من الغوله. وشكل فعلا الموضوع كان مخيف للناس، كان فعلا لازم ننام بدري. قلنا خلاص بقى كبرنا ودخلنا في شويه رومانسيه بقى، دخلنا اولى ابتدائي بقى وبدانا نحب البنت اللي معانا في الفصل، صح؟ وبدانا نسمع بقى عن قصص الحب والغرام، ونسمع عن قصص
وحكايات عن ستات حلوه كتير، فاكيد رحت لجدك او جدتك اللي في البلد وسمعت عن ست حلوه جدا جدا جدا، احلى ست ممكن تشوفها عينك، واحسن صوت وارق وانعم صوت ممكن تسمعه في حياتك. بس للاسف انك لو سمعت الصوت ده وهي بتندهك بالليل هتفضل ماشي وراها ايام وليالي وشهور وسنين لحد ما يلاقوا جثتها، يا اما في الترعه يا اما وسط غيطان الدره، ويصحى الناس ويقولوا فلان ندهته النداه. طبعا سبتني من الرومانسيه والحب والقصص دي كلها، وخدت دبدوبي في حضني وقلت بس انا ماليش صاحب غيرك، واطلع لنا قصه الدبدوب المتحول. دبدوب المتحول ايه يا عم؟ ده انا ما صدقت الاقي لي صاحب احكي له همومي في ايه. طبعا الدبدوب المتحول ده ما فيش حد في جيل التسعينات كله معرفش عنها، وتبدا الحكايه عند ست شقيانه غلبانه بترجع كل يوم بيتها، تلاقي البيت متروق والاكل جاهز وكل حاجه ايه شمعه فله منوره، فكانت بقى فاكره ان جوزها بقى كيوت، سو كيوت، هو اللي بيعمل كل ده. بس جت تقول له يا حبيبي ما تتعبش نفسك معايا وتروق لي كل يوم البيت وتعمل لي الاكل، انا لما اجي هعمل لك كل ده. قال لها عليا الطلاق، ما انا انت بتقولي ايه؟ فالست تستغرب تقول لا امال مين بيعمل كل ده. فتقرر انها ترجع يوم بدري من شغلها للبيت، وقريتها ما قررت انها اول ما دخلت البيت لقت الدبدوب الكبير اللي عندها هو اللي بيعمل كل ده، ولان الدبدوب اول ما شافها اتخض راح ماسك طاسه الزيت ورميها في وشها لدرجه ان وشها كله اتشوه. طبعا في تفسيرات كتير بقى طلعت على الموضوع ده هنا، وما سكتتش عند تفسير واحد، بس يمكن اكتر تفسير وصل لنا هو ان الدبدوب ده كان محشي بقطن من مخلفات المستشفيات، عشان كده سكنته أرواح شريرة كتير. بس يمكن أكتر تفسير حبيته على الموضوع ده إن دي قصة ألفها واحد كان عاوز يهرب من هدية الفالنتاين مش أكتر. الحواديت اللي كانت معانا من وإحنا صغيرين لحد ما كبرنا كتير جدا، ولو قعدنا نحكي عليها مش هنخلص النهاردة، بس يعني كل واحد فينا كان عنده قصة كده بيخاف منها، وشخصية معينة كان بيتخيلها في دماغه زي ما هو عايز. جه دورك أنت بقى تحكيلي وتقولي الشخصية دي والحدوتة دي كانت إيه، قولي في التعليقات.